الباب بتجاوبيه بمحلين، في المفترض وفي الحقيقي. المفترض انه الشباب من خلال الجمعيات اللبنانيه والمجتمع المدني يكونوا عم يعملوا لوبينج اقصى على مجلس النواب وعلى النواب وعلى الاداره اللبنانيه لحتى يوصلوا مشاريعهم ويحولوها لقوانين مرسين. بالحقيقه اليات التواصل بين الشباب وبين صناع القرار هي شوي ضعيفه، مشان هيك ما عم توصل السياسات المقترحه الشبابيه ما عم توصل عن صانعي القرار، مشان هيك السياسات اللي عم تطلع من مجلس النواب ومن الحكومه ما عم تعكس اولويات الشباب المضبوطه. بده ينشغل على اليات يلي الشباب بيقدروا يوصلوا ويتواصلوا مع صانعي القرار. هي حلقه من الحلقات، وحده حلقه الاساسيه انه هالشباب اول شيء يعرفوا يكتبوا مسوده سياسه معينه، كان سياسه الطاقه، سياسه النقل، سياسه التعليم اللي بتهمهم، سياسه الاستشفاء اللي بتهمهم. كثير مهم الشباب يلي موجودين بمختلف الجمعيات وحتى بالاحزاب السياسية بلبنان يكونوا قادرين يكتبوا policy paper. الخطوة الثانية بعد ما يكتبوا policy paper يتعلموا كيف يحملوها ويحطوها عن صانع القرار. الخطوة الثالثة يتعلموا كيف يضغطوا على صانع القرار لحتى هالpolicy paper تصير official policy. فإذا اللي عم تعملوه هلأ تمكين الشباب يقدروا يكتبوا policy هو شيء كتير مهم، لحتى يتكمل النتيجة بده يتابع الحلقات الثانية. اليوم ما في قنوات تواصل بين المجتمع المدني وبين غالبية النواب بمجلس النواب. نعم. اليوم اللي بروح بيشتغل بمجلس النواب وبيشوف كيف عم تنصنع القوانين وكيف عم تنطبخ القوانين بلاحظ غياب فائع للشباب بسكتورز معينة، مثلا لجنة النقل، لجنة الصحة، ما بتلاقي فيها NGOs شبابية عم تعمل لوبينج. بالمقابل تحسن وجود الشباب بلجان تانية مثل حقوق الإنسان، مثل المرأة والطفل، بتلاقي فيها youth represented. هيدي خطوة لقدام. بعد الشباب بدهم يكونوا موجودين أقوى باللجان. اللي ناقص هو الآلية يلي مجلس النواب بده يستقبل فيها هالشباب، وبدهم يكونوا موجودين باللجان النيابية. هيدي الآلية اليوم ناقصة، مجلس النواب ما عنده ولا آلية مؤسساتية. هيدي هي الميسنج لينك. يمكن اليوم اللي عم يعمل تدريب لهول الشباب، الخطوة الثانية اللي بده يفكر فيها هي الآلية المؤسساتية اللي بده يمكن فيها الشباب يقعدوا مع النائب ويحطوا مشروع القانون قدامه، يكتبوا مشروع القانون ويحطوه قدامه. ثلاثة هي اللوبينج. نائب اليوم إذا حطيت له مشروع قانون قدامه مش مضطر هو يتبناه. اليوم بدك آليات لحتى تجبر النائب يتبناه. الضغط عبر الناخبين، عبر الدعاية، عبر الإعلام، هيدا لازم تكون الخطوة الثانية اللي لازم واحد يفكر فيها.